الحوار الوطني مش واصل للناس في الشارع. لا مش يعني اللي يقدر يحكم في ده ما اللي بيوصل للأمانة العامة من مقترحات المواطنين، ولكن خلينا برضو نكون صراحة انه يمكن المواطن لما بيسمع كلمة سياسة وأحزاب ثقته بتهتز شوي وبيبقى قلقان وبيشوف ان دي مجموعات مصالح، وده الحقيقة اللي عملوه يعني القائمين على الـ على الـ على السياسة في مصر يعني. فاعتقد يمكن هو ده ميراث تقيل المفروض ان احنا كلنا نبذل مجهود ان احنا نشيله. بنحاول في التنسيقيه ان احنا نغير ده، بس يعني طول الوقت بنبقى شايفين ده محتاج وعي ومحتاج طول. يعني مثلا لما بسمع عن انه من اهم المكتسبات السياسيه لازم نطلع بيها القايمه النسبيه بدل القايمه، طيب ما هو لو ما علمتش الناس السياسه هو هيكيب يعني هتنجح ازاي حضرتك وامير هتخش البرلمان ازاي لو القايمه مثلا نسبيه؟ كم حد يعرف السياسه بتجبر يعني المنظمة العمل السياسي انه يقرا ويطلع ويبقى متابع، وبالتالي هتكون عنده معلومه اللي يقدر بيها يفرز ما يتسق مع ميوله السياسيه وايديولوجيته. فعلشان كده بنقول انه مهم جدا 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 مساله التوعيه ومساله الجديه في خلق وعي سياسي، وانه وده اللي هيدي الثقه. وبعدين احنا لو حصرنا نفسنا في الحوار الوطني في طرديات وفي حلول سياسيه وفي كذا، ما بلاش نتكلم في موضوع الشارع، لانه الشارع مستهدف من الحوار الوطني تحسين اوضاع معيشيه، اجراءات بشكل مباشر تحسن الاوضاع المعيشيه في ظل الازمه العالميه دلوقتي، او رؤيه تطمنه حتى بالظبط. المراه متوقعه انه يكون في جراه لتناول قانون الاحوال الشخصيه وكسر التابوهات، فهو كل يعني المجتمع مش سياسي، المجتمع ناس عايزه تعيش، فهو لو ما لقوش اللي هم عايزينه كمخرج، وعلشان كده التنسيقيه لما بتيجي تتناول قضايا متعدده حتى شكل الاقتراح برغبه بتاعت مجلس الشيوخ، حتى شكل زمايلي في مجلس النواب، احنا بنركز على اللي المواطن ممكن يكون محتاجه، حتى لو كانت شريحه مش كبيره. وده بيخلي مع الوقت ده قدر يخلق لي حاله تسويق. بيعمل الثقه اللي كانت مفقوده. بالظبط، بقى عندي ناس مهتمه بالتنسيقيه حتى لو لم يكونوا اعضاء في التنسيقيه. فنتمنى انه القائمين على الحوار الوطني يكونوا لامسين ده كويس.